بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة والخاصة بامتحانات أبناء المصريين في الخارج. وكمان في النهاردة ماتشات مهمة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين بالخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان، المغرب، وأيضاً السعودية بقنصلية جدة والمدينة ونجران. كمان النهاردة هتستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية أجواء روحانية ضمن فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة الصوم الكبير، وده بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، وهيكون الساعة 10 الصبح. ولعشاء كرة القدم موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الإيطالي. الساعة 6:30 هيلتقي هيلاس فيرونا مع جنوي، والساعة 9:15 هيلتقي اي سي ميلان مع بولونيا. أما الدوري الإنجليزي فالنهاردة هيكون ختام مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس الساعة 9 بالليل.